إذن إلى تقرير حسن الفواز ومطالبات بالإسراع بإنجاز المستشفيات المتلكئة في بغداد وجميع المحافظات. سنوات والمؤسسة الصحية تفتقر لمنشآت طبية متكاملة لمواجهة الأزمات كالمستشفى التركي في بعض المحافظات والمستشفيات الأربعة في العاصمة التي عانت أغلبها التلكؤ نتيجة الفساد وغياب التخصيصات المالية. الحكومة أعلنت توفير تخصيص مالي استثنائي لإكمال المستشفى التركي، أما المستشفيات في العاصمة فأعلن المحافظ عن حلول مالية عاجلة لإكمال بعض المتطلبات الضرورية، لكنها تحتاج تخصيصا ماليا أكبر لإنجازها بالوقت المحدد. صار اندثار وهدر المال عام كثير حقيقة. الآن توجهنا أنه هذه المستشفيات ما تتوقف، نحاول نعمل مناقلة من المشاريع المتلكئة واللي ما عاد عمل أو المتوقفة وما عاد مسوي إنجاز، الأموال الموجودة والرصيد نحاول نرفد به المشاريع اللي تعمل وعدها من اسم إنجاز اللي هي المستشفيات عمل جاري بها، فالعمود ما تتوقف ونعطيهم دافع أكثر. هذه المستشفيات من المفترض أن تجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، فأزمة كورونا كشفت ضعفا واضحا في البنى التحتية، إذ كشف المشرفون على هذه المشاريع إمكانية إكمالها بوقت قياسي في حال توفير التخصيصات المطلوبة، كون أغلبها سجل نسب إنجاز متقدمة خلال فترة وجيزة. كل تأخير يصير بمثل هذه المشاريع يعتبر مو بمصلحتنا، لا من ناحية الوقت، الاندثار اللي يصير به، التطور اللي يصير اللي حيلزمنا يجوز يصير تغيير بالأسعار وزيادة بالكلفة، هذا بالإضافة لأنه مثل هكذا مشاريع هي تعتبر فد خدمة جدا جدا مهمة للبلد وخاصة بمثل هذه الظروف. هذا المستشفى له خصوصية عن بقية المستشفيات بالنسبة يعني لمحافظة بغداد، لأن هذا المستشفى عندك هاي المناطق كلها بغداد الجديدة والفضيلية الكمالية إلى آخره، هاي تقريبا عدد سكانها 2 مليون نسمة، ما عندهم أي مستشفى بهاي المنطقة، كلهم يروحون إلى مكانات بعيدة، أحيانا المريض أصلا ما يوصل للمستشفى. التوجه الحكومي لمعالجة مشكلات المستشفيات المتلكئة في بعض المحافظات يجب أن ينظر للمستشفيات الأربع في العاصمة بغداد التي عانت الكثير من المشكلات وتنتظر الحلول العاجلة بأسرع وقت خصوصا في الوقت الحالي. من بغداد، حسن الفواز، العراقية الأخبارية.